أعزائي صباحكم سعيد، متواصلين بفقرات برنامج يوم جديد والجميع بانتظار يوم 15/8 يوم الاستحقاق للانتخابات اللامركزية. طبعا لنحكي أكثر عن مشاركة الشباب ودور الشباب والتأثير عليهم في هذه الانتخابات. سيدنا طبعا سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وجه بالاهتمام بفئة الشباب وأيضا ركز عليهم في الانتخابات اللامركزية القادمة. طبعا اليوم لنحكي أكثر عن دور الشباب وتأثيرهم في الانتخابات اللامركزية في محافظة البلقاء. معنا اليوم بهالصباح ضيوفنا الكرام الأستاذ عوني العواملة والدكتورة منى الخرابشة والمحامي فراس عريق من المجلس المحلي في محافظة البلقاء. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية. يا مرحبا يا هلا. بداية أبدأ معك أستاذي، من خلال احتكاكم هلا مع الشباب وخصوصا احنا يعني الفاصل بيننا وبين الانتخابات 12 يوم ايام فتحكي لنا عن كيف شفت اقبال الشباب على الانتخابات. اول شيء نشكركم على الاستضافه الطيبه وصباح الوطن الجميل وصباح الخير لجلال سيدنا اللي دائما نستمد العزيمه من نفس جلال سيدنا من خلال توعيته أنه الشباب هم الركيزة أو هم الكفة الراجحة في أي أعمال داخل المملكة أو خارجها. في الانتخابات القادمة إن شاء الله يوم 15/8 هناك استحقاق دستوري ويمر على أول مرة على تاريخ الأردن إضافة جديدة، نقلة نوعية من خلال الإصلاحات اللي بتكون مركزية بتكون بمشاركة أبناء المدينة. عندنا في محافظة البلقاء عامة طبعا هنالك مشاركة كبيرة من الشباب، وعي الشباب، علما بأن أغلبية الشباب يتواصلون على مواقع التواصل الاجتماعي، هي عبارة عن أيقونة من خلالها نتحكم في آراء الشباب، نتحكم في توجهاتهم، إذا كانت بناء على سلبية أنه نقدر نصححها وإذا كانت إيجابية نقدر نعززها. من خلال الأيام القادمة إن شاء الله سوف يكون هنالك اجتماعات، ونحن في السابق في اجتماعات دعينا عدة جهات في محافظة البلقاء، ومن خلال المشاورات ونحن نمتاز في مدينة البلقاء في الجلسات المسائية أو جلسات العصف الذهني بتكون جماعات من الشباب تحدث عن الأفكار الطروحات ما هو المرشح الذي نريد في المستقبل، علما بأن اللامركزية توجه جديد، نقلة نوعية جديدة في المملكة. هنا يجب أن نكون ورسالة من هذا المنبر إلى كافة الشباب في المملكة وليس في البلقاء خاصة أنهم يتوجهوا في اختيار الأفضل في الانتخابات القادمة، لأن الانتخابات القادمة وخصوصا اللامركزية هي توجيهات من جلالة سيدنا، لأن جلالة سيدنا دائما بيهتم أنه يكون كل محافظات المملكة تصلها التنمية بقدر الجزء من العدالة، أو خلينا لأن العدالة كاملة لله عز وجل. فيجب من هنا أن نبرمج توجيهات جلالة سيدنا على أرض الواقع من اختيار الأفضل، وتوجيهات سيدنا أيضا لفئة الشباب طبعا، وهي الانتخابات اللامركزية لما خفضوا فيها سن الترشح هذا بيعني أنه عم تعطي فرصة أكبر للشباب للمشاركة. دكتورة منى تحكي لنا، يعني نحكي عن الشباب والمرأة أيضا، مشاركة المرأة كيف وجدتي وأقبالها على الانتخابات من خلال الترشح ويعني من خلال حتى لقاءاتكم اللي رح يتوجهوا لصناديق الاقتراع في محافظة البلقاء. ستي شكرا لكم بالتلفزيون الأردني على هاي الاستضافة، وشكرا لجلالة سيدنا على اهتمامه الخاص بالمرأة وإعطائها دور واضح ومميز والتركيز على دورها في الانتخابات والعملية الديمقراطية ومشاركتها في تنمية الوطن والمجتمع. المرأة وخصوصا في السلط، يعني الإقبال في الانتخابات سواء كانت مرشحة أو ناخبة فدورها له ركيزة أساسية في اختيار المرشح الأفضل، وإن شاء الله أن نطلع بمرشحين يكونوا قادرين على حمل المسؤولية في خدمة الوطن والمواطنين. المرأة في البلقاء وفي السلط بالذات، يعني هناك تحول في السنوات الأخيرة ملموس بعد نجاحات عدة برلمانيات وأعضاء بلدية، وأثبت وجودهم بشكل يعني قد يكون جيد جدا مرتفع في مجال العمل البرلماني أو في العمل البلدي. في الانتخابات ب 15/8 إن شاء الله إن رح نكون في عرس وطني، إحنا بنعمل بكل جهودنا في كافة المجالات والمؤسسات والعمل المدني
على ان نخلي المرأة لها دور فعال، سواء من خلال يعني اقبالها على صناديق الاقتراع، عملنا عدة لقاءات اجتماعات، دور المرأة، توجيهها ل حتى يعني تربيتها لبناتها واولادها يكون لهم دور بان نختار الافضل. يعني احنا بدنا نتخلص من العشائريه والعنجهيه والفزعه بان نطلع نخبه ممن يستحق، اصحاب الخبره. الوطن احنا كلنا عارفين انه هسه في حجم من المسؤوليه وفي صعاب بتواجه الوطن، فلا بد من يكون عندنا مجالس قادره على التفكير، على طرح المشاريع، حل المشاكل اللي مش بس محافظة البلقاء، جميع المحافظات بتشكي منها، الفقر، البطالة. إنه تكون هذا المجلس، يعني مجلس المحافظة أو مجلس اللامركزية، هو يعني بنظري أو اللي أنا تناقشت به مع أخواتي وزميلاتي في المحافظة، إنه هو عبارة عن مجلس مصغر لمجلس الوزراء. يعني هو ما أقرب الناس للمحافظة، احتياجات فرصة المحافظة، فرصة للشباب لحتى هم يحققوا اللي بدهم إياه. بالضبط يعني. بالضبط. وإحنا يعني ممكن المرأة هي أعرف، مع احترامي للرجال، أعرف في الاحتياجات الماسة الموجودة في المدينة. هي أعرف لحاجة أبنائها شو بدهم، مشاريع. الدور اللامركزية، أعضاء اللامركزية في المحافظة، إنهم بدهم يضعوا الخطط، بدهم يتابعوا هاي الخطط. فبدنا ناس يكونوا يعني قانونيين ماليين لمتابعة هاي المشاريع. فهاي يعني تناقشنا بيها، لأنه هذه أول تجربة تمر على الأردن. فكثير من الناس يعني أو من الستات كانوا ما بيعرفوا شو يعني اللامركزية، شو دور هذا المجلس المحافظة. مجلس المحافظة قديما كان مجلس استشاري عين المحافظ ويمشوا أمور، يعني يستشيرهم ببعض القضايا في بعض الأمور. حاليا صار دورهم مؤسسي، فإحنا بدنا نطلع نخبة لخدمة الوطن، نحقق رؤى وأهداف جلالة الملك في تطوير الوطن، في أنه يكونوا هذول يعني الجماعة إن شاء الله اللي راح يفوزوا يكونوا على قدر من المعرفة والمسؤولية لعمل مشاريع تطويرية للمدينة. نعم. إن شاء الله. لخدمة النساء وخدمة الأطفال وخدمة المدينة لتطويرها للأفضل إن شاء الله. يعني ذكرت الدكتورة منى أستاذ فراس الموضوع العشائرية، إحنا ما بنتخلص يعني من العشائرية، لكن قدي لازم قدي أوليه لاحظت الشباب أنه يطلعوا شوي من فكرة ابن ننتخب ابن العشيرة أو ننتخب ابن العم أو لننتخب الأفضل اللي ممكن يمثلنا وممكن يحقق مصالح مشتركة للجميع وأيضا للمحافظة وللوطن بالنهاية. أول شيء صباح الخير على الوطن، صباح الخير على سيد الوطن، صباح الخير على السادة المشاهدين، وصباح الخير لك يا أختي ولكافة جهاز التلفزيون الأردني. ابتداء نعتبر لأول مرة هذا القانون قانون اللامركزية، وبحكم أني محامي هو تجربة جديدة، وهي قد تكون التجربة الأولى عربيا، وهي مستمدة من دول أوروبية. وهذا الجانب يعطي انطباع جميل ورائع نحو الديمقراطية، بحيث يجعل من أبناء المجتمع المحلي ومن أبناء المحافظات شركاء في عملية اختيار وبناء محافظاتهم ومناطقهم، بحيث هم الأدرى وهم الأقدر وهم الأعلم بما تحتاجه مناطقهم ومحافظاتهم من مشاريع تنموية أو سياحية أو مشاريع خدماتية. فيما يتعلق بسؤالك حول العشائرية والخروج من العشائرية، هي العشيرة لم تكن في يوم من الأيام في هذا الوطن إلا هي حامية للوطن. طبعاً ما قلت إحنا ما بدنا نخرج منها، أكيد. لكن إحنا بالانتخابات. لكن هو يوم عن يوم. بالتأكيد. إحنا نحتاج العشائرية. هو لابد إنه نخرج من مفهوم الاستفاف خلف العشائرية بطريق خاطئ. العشيرة تخرج أجيال رائعة جداً، قادرة على إدارة الأمور، يمتلكون الشهادات العليا ويمتلكون القيادة والريادة. فمن هذا الباب، وبحكم أنه أنا ابن قرية من قرى محافظة البلقاء، وهي منطقة عيرة، وهي تبعد غرب السلط بمسافة 6 إلى 7 كيلومتر، فوجدت ولمست أنه هناك تطور وتغير عند أبناء المجتمع المحلي، بحيث لأول مرة، وهي حقيقة، بهاي الانتخابات تحديدا ترشح فتاتان يحملان درجة الماجستير في بلدتي. وهذا يعني دليل على أنه هناك وعي
وأصبح الجميع جميل يتوجه نحو اختيار الأكفأ والأفضل. احنا ممكن نستغل العشائرية بشكل إيجابي انه نوظفها. احنا نجمع على من هو الأصلح في العشيرة ليمثلها ويمثل المنطقة. أكيد يعني بس فيش. مش إنه يكون أنا إحنا القصد إنه يعني مش يكون حدا مش كفو وإحنا لمجرد نصطف خلفه لأنه بالآخر إحنا بدنا مصلحة المنطقة. صحيح. ومصلحة الوطن هي بالنتيجة هو الصوت أمانة ابتداء، والأمر الآخر هو الإنسان ربنا حباه بالعقل، ومن يمتلك العقل ويمتلك العلم والمعرفة هو قادر أن يختار الأفضل والأكفأ، وهو أقدر على أن يميز ما بين الغثي من السمين. فمن باب أولى أنه يكون خيارك خيار يكون يخضع للمنطق ويخضع للواقع ويخضع للعقل. أستاذ عوني، يعني لما بنحكي عن الشباب وأنتم الآن عم يعني لكم لقاءات أيضا مع الشباب، كيف وجدت تأثير مثل هاي الانتخابات عليهم؟ يعني الشعارات اللي عم يطرحوها هل هي شعارات مجرد يعني كلام زي ما بنقول كلام إنشائي، أو إنه هي فعلا عن خطط وبرامج وحاجات هم مدركينها لمنطقتهم؟ في البداية طول ما هو سيدنا بتلفظ باسم شباب طول ما في أن حركة، اللي لامسناه من خلال الشباب إنه يعني لما نيجي مثلا نطرح اسم مثلا شخص بيقول لك شو برامجه، شو أهدافه، شو بدي يعمل لنا بالقادم، بالذات اللامركزية بدها تكون يعني كل الاستثمارات، وإضافة على أخوي فراس المشاريع التنموية يعني جذب الاستثمارات. يعني خلينا نضرب مثال سريع، مثلا محافظة البلقاء عندنا مثلا عاطينا العمل وبعداد، عندما يكون هنالك مجلس مركزي منتخب بأفضل الأشخاص هم بيكونوا قادرين على يعني الحصول على قطب الاستثمار سواء خارجي او سواء على النطاق الخارجي اللي ابعد من الحكومه من خلال استثمارات مشاريع. بتم انا هيك بكون انا انتخبت شخص مميز ونفعني بنفس الوقت انه اتى الي في عمل، اتى الي في وظيفه، في مشروع استثماري بغض النظر على مسميات كافه الصعد سواء سياحي او اقتصادي على المجتمع. واحنا يعني الفقر الان يعني او خلينا نقول البطاله هي من مسببات الفقر، البطاله نسبه عاليه لكن وبالذات بالنسبه بين الشباب. وفي كمان ملحوظه انه تعقيب على ما حكى سيدنا قبل فتره في خلال ايام انه غياب المسؤولين المتقاعدين عن المشاورات عن الحديث، هذه البلد مش بلد بس ابن المسؤول اللي يكون قائم الان على ما زال على راس عمله. صحيح. اذا ما كنا حمينا هذه البلد احنا كلنا مسؤولين، احنا بالاخر كلنا تقع علينا مسؤوليه طبع. وطنيه، احساسنا بالمواطنه والانتماء والولاء لهذا البلد بيفرض علينا انه نخدمه بدون ما نكون في موقع مسؤوليه اينما كنت تستطيع. هنا هسه لما يتحدثوا عن الشباب، لما نحكي عن الشباب، الشباب واعي اللي عمره 22 و18 و20 اصبحت المواقع التواصل تعطي الحيز للشباب بالتفكير او التعبير عن ارائهم. ولا يفوتني ان اشكر في نهايه الحديث ان هنا عطوفة مدير شرطة البلقاء الدكتور عمار القضاء وعطوفة العقيد عمار البطاني بما يقدموه من تحفيز لدور المجلس ان شاء الله دائما. دكتورة منى يعني ذكر بعجالة استاذ فراس انه في سيدتين او فتاتين من القرية، كيف بتشوفي اليوم الى اي مدى انت شايفة انه في اعمار صغيرة عم بتشارك بالانتخابات؟ ستي يعني الانتخابات هذه يمكن انا شايفها الشارع مهتم بها مثل الانتخابات البرلمانية أو قد تكون أكثر، أكثر يعني وخصوصا بال يعني الناس كلها أمل وكلها طموح وكلها رجاء إنه الانتخابات المركزية راح تكون مفصل تغيير إلى المستقبل. وبالتالي يعني الحماس اللي موجود بالشارع الموجود عند النساء والشباب والرجال غير مسبوق. يعني هاي الانتخابات أنا حسيتها أنا على مدى الانتخابات السابقة دائما إلي حضوري، المرة هذه أو الانتخابات هاي السنة إلها يعني طابع مميز. الناس كلها أمل، متعطشة للإنجاز، حابة خدمة الوطن، عارفة إنه الأردن بحاجة سواعد تبنيه، مواطنين صالحين. ففي اندفاع يعني غير مسبوق في ترشيح النساء
سواء للمجالس البلدية أو اللامركزية. العمر يعني عمر شجعوا الشباب، شجعوا هم كمان من المجلس النيابي أنه هاي كان فيها نساء وأيضا كان فيها وأثبت أعمار صغيرة. نعم وأثبت يعني النجاح. أستاذ فراس يعني بكلمتين سريعات، إيش أهم البرامج اللي لاحظتها من خلال الشباب المترشحين الآن للانتخابات؟ والله أغلب الشباب يعني ركزوا على جانب خدماتي أكثر، لأنه بالنتيجة هو المجلس اللامركزية هو يختص بالجانب الخدماتي وجانب الرؤى في كل منطقة، وهم أدرى ما هي المنطقة جميل. واحتياجاتها. نعم. بالنتيجة هو كل شيء جديد له بهجة، فقانون اللامركزية هو قانون جديد وهو يمكن أول تجربة عربية. نتمنى يعني إحنا كمان هذا شيء يحسب للأردن، إنه إحنا تاني انتخابات في نفس العام. في نفس العام. وسط إنه إحنا فعلًا. هذا دليل على الأمن والأمان. لكن الحمد لله نحن ننعم بالأمن والأمان والاستقرار. بشكركم على حضوركم معنا بهالصباح. رح ننتقل وإياكم أيضًا أعزائي إلى تقرير عدوا لنا الزميل رعد الرقاد عن مزارع العنب في الطفيلة. خلينا نشوفه مع بعض.